يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح إطلاق اسم علم الكلام على العقيدة حيث سمعنا من يقول بهذا؟ نعم، هم يسمون علم الكلام علم التوحيد، هذا على كتبهم، يجعلون عناوين على كتبهم كتاب التوحيد، وإذا قرأت فيه لا كله جدل، كله جدل وعلم منطق، فهم يسمونه التوحيد بزعمهم، لأن التوحيد إنما يثبت بالبراهين العقلية، فهم يسمونه التوحيد من أجل هذا، وهذا غلط، ما هو بكتاب توحيد، هذا كتاب جدل، المفروض أنه يسمى كتاب الجدل، ما يسمى كتاب التوحيد. نعم.